مشاهدينا يصاب بعض الناس بضغط العين نتيجة أمور كثيرة يجهلها بعضنا ويعاني منها كثيرون. اليوم حبينا في فقرتنا الطبية نتكلم عن هذا الموضوع وبنتعرف عليه أكثر من الدكتور أحمد محمد النيل، استشاري عيون في مستشفى كلبة. صباحك الله بالخير دكتور. صباح الخير أخ محمد، أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. يا هلا فيك. طبعا دكتور في البداية حابين نعرف ما هو ضغط العين؟ هو طبعا يعني ضغط العين هو شيء مختلف تماما عن ضغط الدم. يعني ضغط الدم بيعتمد على مضخة القلب والشرايين والأوردة، لكن ضغط العين مختلف. ضغط العين بيعتمد على إفرازات سائل العين من مكان يسمى الجسم الهضبي داخل العين، ثم هذا السائل يتصرف في زاوية الخزانة الأمامية الموجودة بين القزاحية والقرنية. طبعا معظم تركيب العين ماء، يعني 99% من تركيب العين ماء، فبيعتمد ضغط العين على التوازن بين إفراز سائل العين وبين تصريف سائل العين. لو زاد إفراز سائل العين بدون زيادة في تصريف سائل العين بيرتفع ضغط العين، والعكس صحيح، لو قل إفراز سائل العين مع زيادة في تصريف سائل العين بينخفض ضغط العين. ضغط العين الطبيعي بيختلف طبعا عن ضغط الدم. ضغط العين الطبيعي بيتراوح ما بين 11 إلى 22 مليمتر زئبق، هي نفس وحدة قياس ضغط الدم بس مختلفة يعني. صحيح. لو ضغط العين أقل من 10 بيعتبر انخفاض في ضغط العين، لو زاد ضغط العين عن 25 مليمتر زئبق بيعتبر ارتفاع في ضغط العين. جميل. دكتور شو أسباب الإصابة بضغط العين؟ هو طبعا في أسباب يعني متعددة لارتفاع ضغط العين، منها أشياء بنسميها عيوب خلقية في العين، وفي هذه الحالة بيولد الطفل وعنده ارتفاع في ضغط العين اللي هي بنسميها المياه الزرقاء الخلقية. وقد يأتي ضغط العين بعد تقدم السن، بعد سن 40 أو 50. في منه نوعين، نوع حاد بيأتي فجأة ارتفاع شديد في ضغط العين، وفي نوع مزمن بيكون ارتفاع بسيط في ضغط العين بيؤدي إلى تأثر النظر على فترات طويلة. اللي هو البسيط أو الالتهاب اللي مفاجئ؟ اللي يجي مفاجئ بيجي عادة في أكثر في السيدات بعد سن 40. بيحصل ان زاوية العين اللي بيحصل فيها تصريف السائل بيحصل لها غلق مفاجئ، نتيجة لان المساحة اللي بينصرف فيها سائل العين بتصير اقل من الطبيعي، فبيرتفع ضغط العين ارتفاع مفاجئ يؤدي الى صداع شديد وزغللة وانخفاض حاد في البصر، واذا لم تعالج في خلال ساعات او ايام قد يفقد الانسان بصره تماما. طيب دكتور شو الاعراض اللي يمكن انا احس ان فيها ضغط العين؟ وطبعا ضغط العين الحاد اللي هو بيأتي فجأة هذا يعني تشخيصه سهل، لأنه بيدفع المريض إلى أنه يذهب إلى الطبيب، لأنه بيكون فيه صداع شديد وزغلالة وانخفاض مفاجئ في ضغط العين وأحيانا ترجيع، فبالطبيعي بيذهب المريض إلى الطبيب في هذه الحالة. أما النوع المزمن اللي بيؤدي إلى ضعف يعني تدريجي في الإبصار، فهذا بيحتاج إلى متابعة دورية بعد سن 40 سنة عند الطبيب كل 6 أشهر، بيقيس ضغط العين شوف في حدود الطبيعي أو مرتفع عن الطبيعي، خاصة الناس اللي عندهم يعني شيء وراثي في العائلة. يعني فعلا دكتور هو مرتبط بالوراثة؟ نعم إلى حد كبير مرتبط بالوراثة، يعني ارتفاع ضغط العين قد يكون موجود في بعض العائلات. جميل. أيضا دكتور حابين نعرف أنواع ضغط العين. ضغط العين يعني كما ذكرت في منه نوع أولي اللي هو بيكون سبب مشكلة في تصريف سائل العين او افراز سائل العين، وفي نوع ثانوي. النوع الثانوي اللي هو العين بتصير طبيعيه جدا، لكن نتيجه لبعض الاسباب الموجوده في العين بيرتفع ضغط العين. على سبيل المثال لو في اورام سرطانيه او غير سرطانيه داخل العين، لو في التهابات مزمنه داخل العين تؤدي الى زياده في ضغط العين. ايضا دكتور العوامل اللي تساعد على ارتفاع ضغط العين. العوامل اللي تساعد على ارتفاع ضغط العين بالنسبه لي النوع المزمن هي عوامل وراثية بالأساس. يعني العين عندها استعداد أنه يرتفع ضغط العين نتيجة لأن الفتحات اللي بيمر منها سائل العين بتصير فتحات أقل من الطبيعي، فبيرتفع ضغط العين على فترات طويلة. أما النوع الحاد اللي هو بيأتي فجأة بيرتفع ضغط العين فجأة بصورة كبيرة، فسببه أن العين أساساً بيكون عنده المريض عنده نوع من طول النظر. طول النظر بيكون مصحوب بصغر حجم العين، لما يكون حجم العين صغير بيصير مجال تصريف سائل العين أقل من الطبيعي، فبيرتفع ضغط العين فجأة خصوصا في السيدات أكثر فوق سن 40. جميل. دكتور هناك ارتفاع وانخفاض. نعم. الفرق بين الاثنين؟ ارتفاع ضغط العين لما يصير ضغط العين فوق 25 مليمتر زئبق نعتبره ارتفاع في ضغط العين، أما انخفاض ضغط العين اللي هو بيصير أقل من 10 مليمتر زئبق، هذا الانخفاض
قد يكون في بعض الأحيان طبيعي، لكن في معظم الأحيان بيدل أنه في مشكلة في العين، يا إما التهابات مزمنة أدت إلى أن السائل اللي بيفرز في العين صار أقل من الطبيعي، يا إما المريض كان سوى عملية على سبيل المثال لعلاج ارتفاع ضغط العين، فصار أنه إفراز سائل العين أو تصريف سائل العين أكثر من الطبيعي فانخفض ضغط العين عن المعدل الطبيعي. انخفاض ضغط العين على المعدل الطبيعي أيضا يحمل نسبة خطورة، لأنه قد يؤدي في النهاية إذا لم يعني يعالج إلى ضمور في العين. جميل دكتور، في بعض الأحيان يعني يمكن يكون أيضا احمرار العين هو سبب من أعراض ضغط العين؟ طبعا في من ضمن أسباب ارتفاع ضغط العين أسباب كما ذكرت ثانوية، من ضمن هذه الأسباب استعمال بعض القطرات لعلاج على سبيل المثال حساسية العين. بعض الناس عندهم حساسية بنسميها حساسية موسمية أو حساسية مزمنة لملتحمة العين، هؤلاء بيستخدموا بعض القطرات لعلاج احمرار العين أو علاج حساسية العين. بعض هذه القطرات ليس لها أعراض جانبية، وبعضها لها أعراض جانبية في بعض الناس، مثل قطرات التي تحتوي على مادة الكورتيزون. مادة الكورتيزون لما تستخدم في حساسية العين بتجيب نتيجة سريعة ونتيجة مؤكدة، لكن من ضمن الأعراض الجانبية أنها في بعض الناس اللي عندهم قابلية لهذا الشيء أنه بيرتفع ضغط العين، فممكن المريض اللي بيستخدم هذه القطرات على فترات طويلة يؤدي إلى ارتفاع في ضغط العين مشابه للمياه الزرقاء، ويؤدي في النهاية إلى ضعف في العصب البصري وضعف في الإبصار. جميل دكتور، غير القطرات هل العدسات اللي تضع في العين لها تأثير؟ لا، العدسات لا تؤدي إلى ارتفاع ضغط. العدسات على سبيل المثال العدسات اللاصقة تؤدي إلى مثلا جفاف في العين، مشاكل في القرنية، لكن لا تؤدي إلى ارتفاع ضغط العين، لأن السائل اللي ينصرف من العين ينصرف في مكان بعيد عن عدسات اللي بتوضع على العين. جميل أيضا دكتور، حابين نعرف أهمية المراجعة الطبية لتجنب ضغط العين. طبعا يعني أي عرض جديد على الإنسان، يعني احمرار في العين، صداع، ضعف في الإبصار، على المريض أنه يتجه فورا إلى الطبيب المختص لفحص العين بسبب وجود أي يعني لتدارك أي مشكلة قد تكون موجودة في العين. كذلك من المهم جدا بالنسبة للأمهات في الأطفال اللي بيولدوا أن هم يعني ينظروا في العين، ينظروا في شكل العين، إذا كان في أي شكل مختلف، في بياض في العين، في لون مختلف في العين، فلازم الأم تتجه إلى الطبيب المختص فورا لفحص العين لبيان ما إذا كان في مياه زرقاء خلقية أو ارتفاع خلقي في ضغط العين. لهذا من المهم جدا يعالج في مرحلة مبكرة حتى لا تتأثر الرؤية مدى الحياة. جميل أيضا دكتور، يعني حابين نعرف غير الأهمية اللي هي مراجعة الطبيب، حابين نعرف أيضا كيف يمكن علاج ضغط العين. علاج ضغط العين طبعا في أنواع من ضغط العين تعالج بالقطرات اللي بنسميها علاج طبي، وفي أنواع تعالج بالجراحة، وفي أنواع تعالج بالليزر. النوع المزمن اللي هو بيكون فيه ارتفاع بسيط في ضغط العين يؤدي إلى فقد الإبصار على فترات طويلة، في الغالب يعالج بقطرات. هذه القطرات تقلل من إفراز سائل العين، وبالتالي ينخفض ضغط العين إلى المعدل الطبيعي، ويتم حماية العين والعصب البصري من أضرار ارتفاع ضغط العين. أما النوع اللي بيجي حاد اللي هو بيرتفع ضغط العين فجأة، فهذا عادة في أول 48 ساعة ممكن علاجه بجلسة ليزر بتؤدي إلى انتهاء المشكلة تماما. أما إذا تأخر المريض وصار فيه التصاقات في زاوية العين، ففي هذا الحالة بيحتاج إلى عملية جراحية لإيجاد مكان بديل لتصريف سائل العين، ويعني إرجاع ضغط العين إلى المعدل الطبيعي. جميل دكتور، كيف يمكن لضغط العين أن يصيب الأعصاب بالتلف؟ وطبعا العصب البصري بيعتمد في تغذيته على شرايين ودقيقة جدا موجودة في العصب البصري. ارتفاع ضغط العين بيؤدي إلى نقص تغذية العصب البصري، وبالتالي الخلايا العصبية التي تكون العصب البصري بتفقد تدريجيا. فإذا كان ضغط العين مرتفع عن الطبيعي، الأعصاب التي تكون العصب البصري بتفقد جزء منها بيفقد يوميا، حتى في النهاية بعد فترة بيفقد النظر نهائيا. فطبعا ارتفاع ضغط العين بيؤدي إلى ضمور في العصب البصري، وللأسف هذا الضمور ليس له علاج حتى الآن، وبالتالي تجنب ارتفاع ضغط العين والعلاج المبكر هو أفضل الطرق للحفاظ على العصب البصري والحفاظ على النظر. أيضا دكتور، ما مدى احتمالية أن يصاب الشخص بالعمى من خلال إصابته بضغط العين؟ من خلال إصابته بضغط العين؟ طبعا ضغط العين كما ذكرت أنه في نوعين، نوع حاد ونوع مزمن.
النوع الحاد إذا لم يعالج المريض في خلال أيام قد يفقد البصر نهائيا، لأنه بيكون في ارتفاع شديد في ضغط العين يؤدي إلى ضمور في العصب البصري. أما النوع المزمن فبيؤدي إلى فقد البصر في خلال سنوات، إذا لم ينتبه المريض أنه بيفقد جزء من المجال الرؤية تدريجيا، فقد يعني يأتي المريض إلى الطبيب في مرحلة متأخرة يكون قد فقد معظم المجال البصري المسؤول عنه العصب البصري، وبالتالي التشخيص المبكر والتدخل العلاجي في وقت مبكر ضروري جدا في منع مضاعفات ارتفاع ضغط العين. جميل دكتور، كيف يمكن قياس ضغط العين؟ طبعا في أجهزة متعددة لقياس ضغط العين، بعضها بيعتمد على يعني التصاق جزء معين بالقرنية، وهذا الجزء بيحدد مقدار ضغط العين، أو في بعض الأجهزة الحديثة بينتج عنها نبضة هوائية، هذه النبضة بترتد إلى الجهاز وبتدل على كمية ضغط العين بدون أن يلمس الجهاز عين المريض. جميل دكتور، هل هناك فئة معينة من الناس يمكن يصابون بضغط العين؟ طبعا بعض الناس عندهم ميل وراثي، لبعض العائلات عندهم ميل وراثي لارتفاع ضغط العين كما ذكرت، فإذا كان الإنسان عنده يعني من أقاربه من هم أصيبوا في السابق بارتفاع ضغط العين فيجب أن ينتبه ويراجع الطبيب كما ذكرت كل 6 أشهر على الأقل لقياس ضغط العين وبيان إذا كان عنده استعداد لارتفاع ضغط العين أو ليس عنده استعداد لارتفاع ضغط العين. الناس الآخرين اللي هم عندهم مشاكل أخرى في العين كما ذكرت، الناس اللي بياخذوا بعض القطرات اللي فيها كورتيزون التي تعالج حساسية العين أو احمرار العين يجب أن ينتبهوا جيدا أيضا، لأنه هذا الكورتيزون ممكن يرفع ضغط العين وبالتالي يعني يستخدموا الأدوية التي لا تتسبب في هذا الارتفاع. دكتور، في بعض الأشخاص يمكن تكون ما عندهم خلفية عن خطورة ضغط العين، فبعض الأشخاص يقول عادي يعني يوم بيروح أو ساعة وبيروح، فما مدى وجود أهمية وجود دورات أو محاضرات توعوية؟ طبعا يعني هذا الكلام نذكره أساسا الناس اللي عندهم اللي بيصابوا بارتفاع مزمن في ضغط العين، لأن كثير من المرضى بيأتي إلى الطبيب في مراحل متأخرة مع أنه يمكن علاج هذا المرض في مراحل مبكرة بدون أن تتأثر العين، وبالتالي يعني نشر توعية بهذا المرض وبخطورة ارتفاع ضغط العين وبخطورة عدم الذهاب إلى الطبيب لتدارك الموقف مبكرا، هذا شيء في منتهى الأهمية خصوصا للناس اللي هم فوق سن 40 أو فوق سن 50 المعرضين أكثر لهذا النوع المزمن من ارتفاع ضغط العين. جميل.